كثيرا ما تصادفنا انعكاسات لأشياء تتكون، إما لأن السطح الذي يقابلها مائي أو لأن السطح الذي يقابلها لامع ويعكس ما يقع على هذا السطح. وقد استهوت ظاهرة الانعكاسات بعض المصورين الذين استغلوا فكرة الانعكاسات في أخذ صور مذهلة للمنظر العجيب الذي تكون بفعل الانعكاس. بعض الصور التي تنتج عن الانعكاس تكون محيرة للعقول بسبب أنها تحمل قدرا من الخداع البصري، لأن العقل البشري لا يميز الأشياء الغامضة بسهولة إلا بعد تدقيق النظر حول المنظر الذي يراه. وقد جمعنا لكم بعضا من أغرب الصور التي تكونت بفعل الانعكاس، بعضها جميل جدا وبعضها يخدع البصر وحتى أن بعضها مضحك. هذه الصورة التي تبدو للوهلة الأولى على أنها هلال لونه برتقالي ما هي إلا جزء من الجسر تحول للون البرتقالي بسبب أشعة الشمس في الغالب، والذي أكمل المنظر هو الانعكاس الموجود في الماء. هذا المنظر البديع والخلاب لهذه الأشجار هو عبارة عن انعكاس الجزء العلوي وهي الغابة الشجرية على الجزء السفلي الذي يحتوي على المياه، فانعكست الصورة وظهر هذا المنظر الخلاب. من كان يتوقع أن هذه الأشكال المذهلة لحلل الطبخ الموجودة على الموقد ما هي إلا انعكاس لعيون البوتاجاز، والتي ظهرت على أنها عيون بالفعل وكأنها وجه شخص مبتسم ذو عيون جذابة. هنا يتجلى جمال الطبيعة، حيث يتضح انعكاس الزهور على قطرات الندى الموجودة على هذه الزهرة. جمال طبيعي لا يوصف ولقطة ممتازة من المصور. الأمر هنا مختلف عن باقي الانعكاسات، حيث أن الانعكاس يبدو أفضل من الصورة الحقيقية بالصدفة البحتة، حيث أن ورق الشجر قد وقع على سطح المياه، مما جعل الصورة المنعكسة تبدو وكأن الشجرة مورقة عكس الشجرة في الصورة الأصلية. أما هذه الصورة فتوضح براعة المصور واحترافيته، حيث قام بتصوير المدينة على كأس زجاجي واستغل الانعكاسات في التقاط هذه الصورة الخلابة بعدسته الاحترافية. إذا كنت تعتقد أن هذا المبنى يحترق فأنت مخطئ، فكل ما في الأمر هو أن هذا هو انعكاس لغروب الشمس على زجاج المبنى الذي يبدو أنه يواجه الشمس بشكل مباشر. قد تظن من الوهلة الأولى أن هذه السيارة ذات لونين مختلفين، لكن دقق النظر وسوف تعرف أن الجزء باللون الأحمر ما هو إلا انعكاس مثالي ودقيق لسيارة أخرى، لكنها أكملت السيارة السوداء بشكل احترافي جدا. يبدو أن أصدقاء هذا الموظف أرادوا أن يمزحوا معه، فقاموا بتصوير هذه الصورة له والتي يبدو فيها كما لو أنه يوجد ماء مرشوش على بنطاله، لكن بتدقيق النظر سوف تجد أن كل ما في الأمر هو أن طرطشة المياه ما هي إلا انعكاس للكراسي الموجودة في الغرفة على الزجاج الذي أمامه. قد تشعر من النظرة الأولى أن هذا الشخص يقف وسط السحاب، لكن الحقيقة هي أن كل ما في الأمر هو أن هذا الشخص يقف على سطح مائي، وهذا الذي تراه هو انعكاس للسحاب الكثيف من فوقه. ما رأيك بهذه الانعكاسات؟ إذا أعجبك الموضوع شاركه مع أصدقائك. أصدقائي الأعزاء، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات.